بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم بجودك وفضلك وكرمك علما. يعطيكم العافية. دفعة 24، اليوم راح نكمل البارت الثاني من المحاضرة الأولى ميديكال تيرمينولوجي 1. حكينا بالبارت الاول عن البريفكس والسفكس والكومباينينج فويل، هسه راح نخش على اجهزه الجسم، وراح نبدا بجهاز الدوران، بعدين جهاز البلد، بعدين الجهاز التنفسي الريسبيروتوري سيستم. طيب هذول ثلاث اجهزه راح نحكي عنهم بالبارت هذا من المحاضره هاي، وراح نخلص المحاضره الاولى، والمحاضره الجاي راح نكمل باقي الاجهزه. طيب ماشي. بالبدايه قبل ما ابدا بخصوص المحاضره هاي راح احكي ملاحظتين بخصوص المحاضره، او عفوا البارت الاول من المحاضره هاي. الملاحظه الاولى اللي هي طريقة دراسة هذول المحاضرتين، أنا حكيتها بالمرة الأولى وبرجع بعيدها، إنه يا جماعة الخير ادرسوها أول بأول وقسموها، يعني قسموها إما ككلمات أو كصفحات، فبتقسموا مثلا 15 كلمة كل يوم، ترى طبيعي إنك تحفظ 15 كلمة هسه، بعد ساعتين أسألك فيهم تلاقيك ناسيهم، فلا احفظ 15 كلمة اليوم مثلا، بكرة احفظ كمان 15 وراجع أول 15، وهكذا خلوا إشي تراكمي، أو كصفحات مثلا أول 3 صفحات، بكرة كمان 3 صفحات وراجع 3 صفحات الأولانيات. هذول المحاضرتين هن فقط الزخمات، وبعدين لقدام راح تصير الامور هينه باذن الله. طيب اما الملاحظه الثانيه بخصوص البارت الاول، لما حكينا عن الكومبايننج فويل كنا نحط امثله، بس مش كومبايننج فويل، يعني هسه الكومبايننج فويل هي عباره عن حروف العله اللي هي الاو، غالبا غالبا تكون او، لكن هون الامثله مثلا بكتيريو، هل هاي كلياتها كومبايننج فويل؟ لا، الاو بس الكومبايننج فويل. البكتيريو هاي روت، بس ايش سوت الدكتوره لما اجت حطت امثله؟ ما بزبط ظلت تحط او او. طيب او طب ايش يعني؟ ما هو خلص مثال واحد او، لا راحت جابت مجموعه من الروتس وحطت معهم الاو عشان تعرفوا تفرقوا بيناتهم. مثلا هون لما نيجي على الاكزامبل هاب بكتيريوجينيك، هون بدي اياك تعرف انه الاو هو الكومبايننج فويل، والبكتيريو هاي بكتيريا عفوا هي عباره عن الروت، جينيك هي السفكس بس. فهي مشان يعني سالوني عنها بعض الطلاب مشان تصل الصوره. طيب خلينا نبدا بالبارت الثاني بدون ما نطول عليكم. الكارديو فاسكولار سيستم. طيب ماشي، شو يعني كارديو فاسكولار سيستم؟ كاردي خلينا نقسمها، كاردي معناها قلب، فاسكولار جايه من كلمه بادل فيزلز، عفوا بلاد فيزلز، بلاد فيزلز يعني اوعيه دمويه، فاسكولار يعني اوعيه دمويه، سيستم معناها جهاز، فهي جهاز القلب والاوعيه الدمويه، يعني نقدر نختصرها جهاز الدوران. طيب ماشي، بقول لك الكومبوننت المكونات تاع سي في اس، اختصارها سي في اس، اول شيء الهارت القلب، بعدين بلاد فيزلز الاوعيه الدمويه، بعدين البلد سيركوليتنج بلد يعني البلد اللي بيمشي بالجسم، تمام الدم اللي هو. طيب ماشي، البلد فيزلز ايش هي؟ البلد فيزلز الاوعيه الدمويه هي 3 اشياء، اما انها تكون شرايين او تكون اورده او تكون شعيرات دمويه. هسه راح نفرق بيناتهم. الشرايين هي الارتريز، تمام، ايش وظيفتها؟ بتمسك الدم بتحمله من القلب الى باقي اعضاء الجسم، ما هو الدم فيه اكسجين، لازم الاكسجين يصل كل اعضاء الجسم، تمام، فكيف بيصل كل اعضاء الجسم؟ عن طريق الارتريز. فكيف انا بنحفظها؟ ارتريز تبدا بحرف الاي، صح؟ فهي موفينج بلاد اواي فروم ذا هارت، اواي بتبدا بحرف الاي، فارتريز اواي، يعني هي بتمسك الدم بتشيله من القلب الى باقي اعضاء الجسم. طيب ماشي، خلينا نروح على الفين. الفين عكس الارتريز، الاورده عكس الشرايين، ايش بتسوي؟ بتاخذ الدم اللي بيكون فيه فضلات، اللي بيكون فيه سي او 2، اللي ما بيكون فيه اكسجين، بتوديه لوين؟ للقلب، فبتاخذ الدم من اعضاء الجسم بترجعه للقلب. طب الكابيلياريز اجت بالنص، ايش بتسوي؟ الكابيلياريز تعمل غاز اكسشينج، يعني تبادل غازات. ايش يعني تبادل غازات؟ الارتري الشريان بفوت عليها على الكابيلياريز، على الشعيرات الدمويه، مع اكسجين، فالشعيرات الدمويه بتاخذ الاكسجين وبتوديه لانسجه الجسم مثلا، لاعضاء الجسم، وبتاخذ السي او 2 من اعضاء الجسم وبترجعه للفين، للوريد، تمام؟ فهي وظيفه الكابيلياريز. خلينا نقرا كابيلياريز، شعيرات دمويه، نتورك ريسبونسبل فور بلاد اكسشينج، يعني غاز اكسشينج، تبادل الغازات هيها. اما الفين الاورده ايش وظيفتها؟ موفينج بلاد دايركشن تو ذا هارت، دايركشن يعني هي بتحرك الدم من اعضاء الجسم الى القلب. طيب ماشي، هون انا كاتب كلمه هون اكسجينيتد ودي اكسجينيتد، اكسجينيتد يعني مؤكسد، الدم اللي بيكون فيه اكسجين. فايا يعني لو اجاك سؤال ايش هو الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم المؤكسد؟ اكيد راح يكون الارتري، اكيد راح يكون الشريان، لانه الشريان باخذ الدم من القلب الى باقي اعضاء الجسم، فراح يكون الدم فيه اكسجين، فمعناته راح يكون هو الارتري. بينما لو قلت لك ايش الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم اللي بيكون غير مؤكسد، اللي بيكون مليان سي او 2، راح تقول لي الوريد، عشان الوريد هو اللي بيرجع الدم اللي فيه فضلات، اللي فيه سي او 2،
من أعضاء الجسم إلى القلب. طيب ماشي، امشوا هون. طيب ماشي، القلب بتكون من 4 حجرات. شو يعني 4 حجرات؟ يعني 4 غرف. طيب ماشي، ايش هن؟ الثنتين اللي فوق بقولونهن اذين ايمن واذين ايسر. هون الاذين الايمن، هون الاذين الايسر. اذين معناها اتريوم، اتريوم فرق بينها وبين شريان، ارتري. تمام، فاتريوم معناها اذين. الثنتين اللي فوق معناهن اذين ايمن واذين ايسر. الثنتين اللي تحت بطين ايمن وبطين ايسر. لو لاحظتوا لما حكيت اذين ايمن اشرت هون، طب هاي اليسار؟ لا، هون بدكم تعاملوا القلب زي كانه قلب تاعك، زي كانك انت قاعد تدعى جسمك. فهذا لو انه قلب تاعك وانت لاف راح تعكس الاتجاه، فراح تكون هاي الرايت اتريوم، يعني راح تكون هاي الاذين الايمن، وهون راح يكون البطين الايمن، هون راح يكون الاذين الايسر، وهون راح يكون البطين الايسر. خلينا نرجع نقرا من فوق. بقول لك the heart is composed for of chambers، اللي هن 4 chambers، 4 حجرات. اللور بيكونين بيجر، بيكونين كبيرات، ايش اسمهن؟ فنتريكلز، بطينات. اما الابر اللي بيكونين فوق بيكونين صغار، ايش اسمهن؟ اتريوم، اذينيين. طيب ماشي، هسه راح نحكي عن اليه عمل القلب او جهاز الدوران بشكل عام، فخليكم ركزين معاي بعدين نقرا الكلام هذا. طيب بالبدايه اول شيء، في شيء اسمه عندنا هنا الاس اي نود. نود معناها عقده. تمام، دقيقه شوي، هون نيجي. نود معناها عقده. اس اي اختصار لسينو اتريال، اتريال من اتريوم يعني من اذين. طيب ماشي، وين مكان هاي النود؟ هذا هو الاذين الايمن، فمكان النود هاي، العقده هاي، مكانها بالاذين الايمن. ايش وظيفتها؟ هاي عباره عن البادئه، هاي هي اللي بتبدا شغل القلب، جهاز الدوران كلياته بسببها. تمام، ايش بتسوي؟ هسه القلب مش عباره عن عضله، ميوكارديوم، عضله هاي القلب. اذا انقبضت راح يضخ الدم لباقي انحاء الجسم. فكيف بدها تنقبض؟ بدها الكتريكال امبلس، بدها اشاره كهربائيه. فالاشاره الكهربائيه هاي وين 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 منشاها؟ من الاس اي نود. فاذا الاس اي نود ايش وظيفتها؟ انها تنشئ اشاره كهربائيه توديها للليفت سايد بالقلب. قبل ما نبدا بالشرح، لان هو هسه راح يبدا الشرح، قبل ما نبدا بدي اياكم تعرفوا شغله مهمه. الليفت سايد للقلب بيحتوي على الاكسجينيتد بلد، الدم المؤكسد. اما الرايت سايد بيحتوي على الدي اكسجينيتد بلد، الدم اللي بيكون مليان سي او 2. تمام، هسه راح نوضح ايش معناه وايش الفرق بيناتهم. خلينا نيجي على الصوره هاي. اللون الاحمر يعني اكسجينيتد بلد، اللون الازرق يعني دي اكسجينيتد بلد يعني مليان سي او 2. هون الليفت سايد كلياته احمر يعني كلياته اكسجينيتد بلد. طيب بعد ما الاس اي نود اللي هو هون موجوده تودي لنا اشاره الى الليفت فنتريكل، تودي لنا اشاره كهربائيه عشان تنقبض. لما تنقبض الليفت فنتريكل راح تضخ الدم. طيب ماشي، بيبدا ضخ الدم، بيطلع الدم وين؟ عن طريق شريان. احنا قلنا اللي بيحمل الدم من القلب الى اعضاء الجسم، اعضاء الجسم، هو الشريان. بنتقل عن طريق شريان اسمه الاورطه. الاورطه هو الشريان الابهر. شو يعني الشريان الابهر؟ هو اكبر شريان بالجسم وهو اهم شريان. هذا الاورطه بيروح بيوصل كل الدم الى كل انحاء الجسم. تمام، وين في صوره ثانيه؟ هيو، فبيطلع من هون هاي الليفت فنتريكل. تمام، بيطلع من هون بيروح الاورطه بيوصل لانحاء الجسم كلياتها. تمام، هاي وظيفه الاورطه. بيطلع الدم بيروح بيصل كل انحاء الجسم. بعد ما يصل انحاء الجسم بيصل انسجه الجسم، اعضاء الجسم، اللي بتكون مليانه سي او 2. فبيروح بيصل الكابيلياريز. الكابيلياريز ايش بتسوي؟ هاي هي الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه قلنا وظيفتها غاز اكستشينج، تبادل الغازات. فبتروح بتاخذ الاو 2 الموجود اللي هون بتوديه على الجسم، وبتاخذ السي او 2 اللي من الجسم بتوديه على الاورده، على الفينز. شو هن الفينز اللي بنزلن الدم او بيطلعن الدم الى الرايت سايد من القلب الى الرايت فنتريكل؟ ايش هن؟ عفوا، الرايت اتريوم، بعدين الرايت فنتريكل. ايش هن اسمهن؟ فينا كافا. شو يعني فينا كافا؟ فينا يعني فين، كافا من كلمه كيف يعني تجويف، كيف معناها كهف، فكافا يعني تجويف. في عندنا سوبيريور، سوبيريور يعني فوق، في عندنا انفيريور. فايش اسمائهم؟ وريد اجوف علوي، وريد اجوف سفلي. فعن طريق الوريد الاجوف العلوي وعن طريق الوريد الاجوف السفلي راح يرجع الدم اللي بيكون ازرق. ايش يعني ازرق؟ يعني مليان سي او 2، مليان فضلات ويست، راح يرجع الى الرايت سايد من الهارت. احنا اتفقنا الليفت سايد فيه احمر يعني اكسجينيتد، الرايت سايد فيه ازرق يعني دي اكسجينيتد. فبرجع الدم للرايت سايد بالهارت، بيرجع لوين؟ للرايت اتريوم، بعدين بفوت على الرايت فنتريكل. طب ايش هيك يعني وقفنا خلاص انهينا يعني هيك؟ لا، طب احنا بدنا نتخلص خلاص، بدنا نرجع الدم بدون سي او 2، بدنا نرجع الدم فيه او 2 عشان نكمل الدوران، نضلنا نكمل الدوران. هون بتيجي شغله وظيفه
شريان، احنا قلنا الشريان بيمسك الدم من القلب الى باقي انحاء الجسم، فهون الشريان بيمسك الدم غير المؤكسد اللي مليان سي او 2 بوديه لللنج للرئه، تمام؟ فهون بنيجي بيصل، هاي هو اسمه البولموناري ارتري، بيطلع من هون البولموناري ارتري، بولموناري معناها رئوي، ارتري يعني شريان، الشريان الرئوي بيصل الى اللنجز الى الرئه، هون بيكون في شعيرات دمويه وظيفتها غاز اكسشينج. ايش بتسوي الشعيرات الدمويه؟ بتاخذ السي او 2 من البولموناري ارتري من الشريان، عفوا الشريان الرئوي، بتوديه لللنج، السي او 2 بصير هون، وبتاخذ الاو 2 من اللنج بتوديه لوين؟ للوريد الرئوي. ايش اسمه؟ بولموناري فين. فالوريد الرئوي بيرجع الدم اللي بيكون مؤكسج بيكون مليان او 2 لوين؟ للليفت سايد من القلب، تمام؟ وهيك بنرجع بنعيد من اول او جديد نفس الشيء. طب هون بجوز راح توقفوا تسالوني، مش اتفقنا انه الشرايين تاخذ الدم من القلب الى انحاء الجسم بشرط انه يكون مؤكسد بيكون فيه او 2؟ طيب هون البولموناري ارتري الشريان الرئوي اخذ دم ازرق، يعني في مليان سي او 2 مش مليان او 2. القاعده لها استثناء وحيد اللي هو البولموناري ارتري، هاي كتبت لكم اياها هون. كل الارتريز كل الشرايين بتحمل الاكسجينيتد بلد، البلد اللي بيكون مليان اكسجين، من القلب الى انحاء الجسم الا شريان واحد. ايش هو البولموناري ارتري؟ شو يعني بولموناري ارتري؟ يعني الشريان الرئوي بيحمل الدي اوكسجينيتد بلد اللي بيكون مليان سي او 2 من القلب الى الرئه الى اللنجز. طيب ماشي. وبرضه نفس الشيء راح تسالوني كمان سؤال، كيف البولموناري فين حمل دم مؤكسد من الرئه الى القلب؟ احنا اتفقنا انه اي فين اي وريد راح يحمل دم ازرق، دم لونه ازرق يعني فيه سي او 2 مش لونه احمر، ما فيهوش الاو 2. برضه فيها استثناء، نفس القاعده هون فيها استثناء. كل الفينز كل الاورده بتحمل الدي اوكسجينيتد بلد، البلد اللي بيكون ازرق اللي بيكون فيه سي او 2 من اعضاء الجسم الى القلب، الا وريد واحد اللي هو البولموناري فين، الا البولموناري فين راح يحمل الاوكسجينيتد بلد، البلد اللي بيكون احمر فيه اكسجين، من الرئه من اللنجز تو ذا هارت الى القلب. طيب ماشي، بتمنى تكونوا هيك فهمتوا. هيك احنا بنكون خلصنا ترى اليه عمل جهاز الدوران كامل. قلنا بنرجع نعيد بشكل سريع، بيبدا بالليفت فينتريكل، او عفوا الاس اي نود، هون بتكون هاي المسؤوله عن الاشاره الكهربائيه. الاشاره الكهربائيه بتيجي للليفت فينتريكل اللي هو البطين الايسر، البطين الايسر بينقبض بيطلع الدم عن طريق الشريان الابهر اللي هو الاورطه. الاورطه بيوصل الدم المؤكسد الى كل انحاء الجسم. تيجي هون دوره وظيفه الكابيلياري. ايش الكابيلياري؟ شعيرات دمويه تعمل ايش؟ غاز اكسشينج. يعني غاز اكسشينج يعني تبادل غازات. فبتاخذ الاو 2 دقيقه شوي هيك. طيب بتاخذ الاو 2 دقيقه، تاخذ الاو 2 من الشريان، تاخذ الاو 2 من الشريان بتوديه لنسيج الجسم، لاعضاء الجسم، للايد، للنسيج الضام، للنسيج الطلائي، اي نسيج اي عضو، تمام؟ بتوديه لاعضاء الجسم. وبرضه بتاخذ السي او 2 من اعضاء الجسم بتوديهن لوين؟ للفينز، للاورده. الاورده في عندنا وريدين، اما وريد اجوف علوي سوبيريور فينا كافا، او وريد اجوف سفلي اللي هو انفيريور فينا كافا. وين راح يودوا الدم الازرق اللي بيكون فيه سي او 2؟ راح يودوه للرايت سايد اوف ذا هارت، راح يودوه بالبدايه هاي اسمها الاذين الايمن الرايت اتريوم، بعدين راح يفوت لهون للبطين الايمن. طب هيك بنوقف؟ لا ما بنوقف، احنا وانا بدناش نوقف على دم يكون فيه فضلات، احنا الفضلات هاي بدنا نتخلص منها. كيف؟ بيجي دور البولموناري ارتري. شو يعني بولموناري ارتري؟ يعني شريان رئوي بيمسك الدم اللي لونه ازرق اللي فيه سي او 2 بيوديه على الرئه. بيجي دور الكابيلياري مره ثانيه، دور الشعيرات الدمويه مره ثانيه. ايش بتسوي الشعيرات الدمويه هون؟ غاز اكسشينج، بتشيل السي او 2 من الشريان الرئوي بتوديه لللنج، وبتاخذ الاو 2 من اللنج بتوديه للوريد الرئوي. الوريد الرئوي اللي هو البولموناري فين راح يرجع للليفت سايد، راح يرجع الدم المؤكسد للليفت سايد من الهارت، وراح نعيد الدورة الدموية مرة ثانية كاملة. هيك بنكون يعني انهينا آلية العمل. خلينا نيجي نقرا هون. طيب بقول لك الليفت سايد كاريز يحمل الاكسجينيتد بلد، حكيناها بيحمل البلد اللي يكون فيه اكسجين. اما الرايت سايد كاريز دي اكسجينيتد بلد. شو يعني دي اكسجينيتد؟ اللي بيكون ريتش، ريتش يعني مليان، غني بالسي او 2، كربون ديوكسيد معناها سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. طيب ماشي، هاو ذا هارت وركس. الليفت سايد قلنا بيعمل بامب ضخ للاكسجينيتد بلد، بضخ الاكسجينيتد بلد تو اور بودي بارت. بعدين الويست النفايات بتروح من البودي بارت بتصب درين، يعني ان ذا بلد
to the right side of the heart عن طريق الفينا كافا. ايش ان الفينا كافا؟ superior وinferior. هاي inferior فينا كافا وsuperior فينا كافا، وريد اجوف سفلي وريد اجوف علوي. بعدين لما يصل هون ما بنوقف، بنكمل the right side of the heart will take this waste، النفايات هاي الفضلات هاي اللي هي CO2 كلها CO2 راح تروح directly through the pulmonary arteries to both lungs، راح تروح الى الرئتين عن طريق البولمونري ارتي. بعدين اللنج تعمل اكستشينج، تعمل غاز اكستشينج، تاخذ السي او 2 من البولمونري ارتري وبتحط الاو 2 بالبولمونري فين غاز اكستشينج. بعدين البلد بصير اكسجينيتد ستيت، حاله من التاكسد، مؤكسد يعني، تمام. بعدين بروح عن طريق البولمونري فين، برجع الى الليفت سايد اوف ذا هارت، بعدين برجع مره ثانيه الليفت سايد بمب ايجكت يعني يقذف بمب يعني يضخ البلد اجين تو اول بودي. بنرجع نعيد من اول لو جديد. ايش عندنا الفانكشن اوف ذا هارت؟ في عندنا وظيفتين، اول شيء انه بوصل الدم لكل انحاء الجسم، والشغله الثانيه انه لما يوصل الدم لكل انحاء الجسم فهو بيوصله بالاكسجين وبال يعني الغذاء اللازم، السبستنس اللازم، المواد اللازمه، وبشيل الفضلات من اعضاء الجسم. فاذا اول وظيفه اللي هي ديستريبيوت اول ذا اريا اوف ذا بودي، يعني ديستريبيوت يعني نشر، فهو بنشر الدم لكل انحاء الجسم، وكمان ديليفري يعني بيوصل نيدد سبستنسز. شو يعني نيدد سبستنسز؟ اللي هي الاو 2، خلينا نكتبها هون او 2، يعني هي المواد اللازمه، تمام، المواد اللازمه تو ذا سيلز اور تيشوز اور اورجانز، يعني خلايا او انسجه او اعضاء. وكمان ريموفال ويست، يعني بيزيل الفضلات من هاي الاعضاء ومن هاي الانسجه، بيرجعها للدم عن طريق الاورده، والاورده بترجع للرايت سايد اوف ذا هارت. خلصنا هيك الفانكشن. طيب ماشي، الصور اللي شرحت لكم اياها هون، هاي دقيقه شوي، هاي الصور مش للحفظ لكنها للفهم. انتم عشان تفهموا هاي الصور كلها انتم شوفوها، يعني مستحيل تقدر تفهم اليه عمل الجهاز الدوران بدون ما تشوف صوره، بدون ما تعرف انه هون الليفت سايد وهون الرايت سايد وهون في اكسجينيتد وهون دي اكسجينيتد وكيف بيمشوا بالدم وبالجسم وغيرها. طيب ماشي، نيجي على الاس اي نود. احنا حكينا الاس اي نود هي بادئة عمل القلب، هي اللي بتبدأ العمل بالقلب، البيس ميكر. بيس ميكر يعني صانع الخطوة، صانع كل، يعني بداية عمل القلب بتكون بسببها، لأنه القلب بينقبض، هي عبارة عن القلب عبارة عن عضلة، فبدها تنقبض عشان تضخ الدم لفوق. فالانقباض هذا كيف دي يجي؟ عن طريق إلكتريكال إمبلس، عن طريق إشارة كهربائية، والإشارة الكهربائية هاي من الأس إيه نود بتكون. طيب خلني أقرأ بشكل سريع هون. طيب ماشي، it's called a base maker of the heart. بقول لك electrical impulses generated from this node، يعني جنريت يعني تتطور او تنشا منشاها من هاي العقده، بعدين propagated يعني spread يعني تنتشر to other parts of the heart، يعني بتروح على باقي انحاء القلب. هي من هون شوف كيف بتروح الى باقي انحاء القلب، تمام، وبتسبب انتشار الاشاره الكهربائيه لباقي انحاء القلب. بعدين ايش بيسبب بالاخير؟ هذا الاشي بيسبب ستيمولييت ذا كونتراكشن اوف ذا هارت، يعني بحفز، ستيمولييت يعني بحفز، كونتراكشن يعني انقباض القلب. طيب ماشي، هون راح نيجي نحكي عن الميديكال تيرمز، عن مصطلحات طبيه بخصوص السي في اس، بتخص السي في اس. طيب راح نبدا كارديو فاسكولار، شرحناها معناها هون، كارديو معناها قلب، فاسكولار معناها وعاء دموي، فكارديو فاسكولار بقول لك الدوران، يعني جهاز الدوران. بلاد فيزل معناها وعاء دموي. شو يعني تعريف وعاء دموي؟ بيكون تيوب، تمام، تيوبولار بس جوي، يعني ممر تيوبي على شكل تيوب، على شكل قناه، بالكارديو فاسكولار سيستم ثرو ويتش بلاد ترافل، يعني من خلاله البلاد بينتقل، يعني من خلاله احنا عرفنا انه البلاد بينتقل عن طريق الارتري والفين، وبصير له غاز اكستشينج عن طريق الكابيلياري، فهي بلاد فيزل. طيب الكورونري ارتري، ركزوا معي، كورونري من كلمه كورن معناها تاج، فكورونري شريان تاجي، تمام. شو يعني شريان تاجي؟ الشريان التاجي هو اهم شريان، بقول لك ذا مين بلاد فيزل، اهم شريان البلاد فيزل الرئيسي، هاي مهم تعرفوها. ايش وظيفته هذا؟ لو تلاحظوا كاتب لكم منكم واليكم، هون القلب عندنا، مش اتفقنا؟ دقيقه شوي خلينا نيجي هون، مش اتفقنا انه بيطلع من الليفت سايد عن طريق الشريان الاورطه بيطلع الدم؟ طيب بغذي كل انحاء الجسم. طيب القلب مين بده يغذيه؟ هيك رح ننسى القلب. ايش اللي بغذي القلب؟ الشريان اللي اسمه كورونري ارتري، فبرجع مش بيطلع من الاورطه، راح يرجع عن طريق كورونري ارتري. هاي صوره مهمه بتوضح هون، عفوا، من هون بيطلع البلد عن طريق الاورطه، هيو بيصل كل انحاء الجسم، لكن بنفس الوقت بيرجع بغذي القلب، بيرجع الكورونري ارتري، هيو رايت كورونري ارتري، بيرجع بغذي القلب مره ثانيه، تمام. فالكورونري ارتري وظيفته
انه بيزود القلب سبلايز ذا هارت وذ اوكسجينيتد بلد، بيرجع الاوكسجينيتد بلد مره ثانيه له، يعني الغذاء تاع القلب بيكون من الكوروناري ارتي. فليك بقول لك هو ذا مين بلد فيزل، يعني اهم بلد فيزل، بيكون متفرع حيه من الاورطه، شوف بيطلع عن طريق الاورطه وبيرجع هون. طيب ماشي، الشريان التاجي ها بتحفظوها عن طريق كلمه منكم واليكم، تمام؟ منكم واليكم، يعني البلد بيطلع، كيف يعني منكم واليكم؟ مشان اوضحها، مش هو البلد القلب بيطلع الاكسجينيتد بلد، بيروح الكورونري ارتي باخذ الاكسجينيتد بلد من القلب بيرجعوا الى القلب، فهو منكم واليكم، يعني من القلب والى القلب. طيب ماشي، اتريوم معناها اذين، احنا عرفنا الاتريوم اللي الثنتين اللي بيكونين فوق، التول ابر اللي بيكونين هيهن. طيب الفنتريكال الثنتين اللي بيكونين لور، الثنتين اللي بيكونين تحت. فالف، فالف يعني صمام. بالبارت الاول اخذنا شيء اسمه تراي كسبت فالف وباي كسبت فالف، صمام ثنائي الشرفات وصمام ثلاثي الشرفات. طب شو يعني صمام؟ خلني اجي هاي الصوره هسه، دي لما نيجي نضخ الدم، هون الدم بضخ من عند الليفت فنتريكل بيطلع للاورطه، هذا اسمه الفالف، هذا الصمام. الصمام بيمنع انه الدم يرجع، يعني شو الفائده اذا الدم طلعناه بعدين رد رجع؟ شو بيتحشر بالقلب ومنفجر القلب، يعني اذا ضله يرجع. فلما يجي يطلع الدم بسكر هذا الفالف، الفالف هذا الصمام هذا بيسمح انه الدم يطلع بس ما بيسمح انه الدم ينزل. وفي فالفز كثير هسه، في رح ناخذ هذا فالف هذا فالف هذا فالف، رح يعني لما نصل هنا نوضحهم اكثر يعني. طيب هاي الفالف ايش بقول لك؟ ستراكشر هو تركيب، بريفنت يمنع الفلويد السائل اللي هو الدم من انه فلوينج باكورد، انه يرجع يتدفق انسياب للورا، يرجع ينساب للورا، فهو بسكر عليه يعني. بس هاي الفالف. اورطه قلنا الشريان الابهر هو اول شريان بيحمل الدم من القلب ويوديه لباقي كافه انحاء الجسم، يعني معناته هو راح يكون اللارجست ارتري اوف ذا بودي. هاي ممكن تيجي سؤال، هي والكوروناري ارتري ممكن يجي سؤال. طيب ماشي، ارتريول، ارتريول اصغر من ارتري، فهي شريين، هنا قلنا شريان هون شريين، يعني إشي صغير جدا. ايش هاي بتكون؟ وين بتكون موجوده؟ لما وريناكم الكابيلياري، دقيقه شوي نرجع هون، لما وريناكم الكابيلياري هاي هي الكابيلياري تمام، لكن هاي الإشي الصغير هذا هو الارتري، هاي الصغير هاي ارتريول والصغير هاي فينيول، فالارتريول والفينيول بتكون الكابيلياري، بتكون الشعيرات الدمويه تمام. فهون نرجع هون على ارتريول، بقول لك تايني ارتري، تايني يعني صغير، ارتي كونكتد كونكتنج تو اكابيلياري، بيكون متصل بالشعيرات الدمويه. طيب ماشي، الارتري شريان اللي هو قلنا وظيفته بيحمل الدم من القلب اواي الى انحاء الجسم تمام، ارتري اواي. طيب ديستول، دايستول عفوا، دايستول، دايستول معناها انبساط القلب، ريلاكسيشن راحه تمام. سيستول معناها انقباض القلب، فهي كونتراكشن تمام. طيب اندوكارديوم، خلنا نيجي نوضحها، هاي اندو معناها داخل، كاردي معناها قلب، ام هاي معناها غلاف او طبقه، فاندوكارديوم هي الطبقه الداخليه من القلب. خلينا نيجي نوضحها من هون، هاي اخذنا هون مقطع عرضي تمام، سكشن من القلب، فهون بوضح لك طبقات القلب كلياتها. هاي اللي حاطلك عليها مربع اسود هي الاندوكارديوم، هي اخر وحده، هي اقل وحده تمام. اللي بالنص اسمها مايوكارديوم، مايو معناها عضله، فهي طبقه العضله، هون العضله تمام، فهيك اكبر وحده، هي اكبر وحده دائما اللي هي العضله يعني قويه. واللي فوق معناها ايبيكارديوم، مين متذكر شو معنى ايبي؟ حطيت لكم ملقط ايبي، يعني ابي دائما فوقي، فايبي يعني فوق، فايبيكارديوم فهي الطبقه الموست اوتر، يعني اكثر وحده برا تمام، الايبيكارديوم الطبقه البرانيه. طيب ماشي، هسه الاندوثيليوم خلني اجي افصلها برضه، اندو يعني داخل، ثيلاي، ثيلاي او ثيلي معناها بلد فيزل، معناها وعاء دموي تمام، هاي خلينا نكتبها هون وعاء دموي. وام قبل شوي اخذناها معناها غلاف. طيب ماشي، فاندوثيليوم هي الطبقه البطانه الغشائيه لايش؟ للبلد فيزلز، للارتريز، للفينز تمام، هي فهي البطانه الغشائيه للفينز. دقيقه شوي، هون هذا التيوب ايش عباره عن ايش؟ عن ارتري، احنا اتفقنا انه البلد فيزلز هي عباره عن تيوب، تيوب بيحمل الدم جويته، فهذا التيوب لو تشوف يعني اكثر طبقه جوا، اكثر طبقه جوا هي الملامسه للدم، الطبقه الغشائيه، البطانه الغشائيه اللي هي الاندوثيليوم، هاي هي، هاي هاي الاندوثيليوم. طيب ماشي، هون هي بقول لك lining of the arteries that secrete substances into blood، يعني بقول لك انه هاي الطبقه هاي سكريت يعني تفرز مواد سبستنسز للدم، هي بتفرز مواد للدم، غير مهم، بس مهم انكم تعرفوا انها الاندوثيليوم والاندوكارديوم، تفرقوا بيناتهم، الاندوكارديوم هي الطبقه الداخليه لايش؟ للقلب، بس الاندوثيليوم هي الطبقه الداخليه للبلد فيزلز. طيب ماشي،
ابيكارديوم حكينا ايش هي قبل شوي، الميوكارديوم برضو حكينا ايش هي قبل شوي، البيريكارديوم، بيري اللي تذكروا من البارت الاول حكينا ان معناها حول، تمام؟ بسجل الحمد لله. طيب بيري معناها حول، كاردي قلب، ام غلاف، يعني غلاف القلب. بيريكارديوم معناها غلاف القلب، اللي هي هاي اللي بتحسه زي كانه كيس شايل القلب، تمام؟ هو بيكون طبقتين، بيكون شيء اسمه باريتال بيريكارديوم وفيسيرال بيريكارديوم، مش هسه راح تعرفوهم، لا قدام راح تعرفوهم ان شاء الله. طيب ماشي. بلس معناها النبض، ايش معناها النبض؟ له لبدب، تمام؟ ايش بقول لك هون؟ ريثميتك اكسبانشن اند كونتراكشن، يعني راحه وانقباض. ريثميتك يعني بشكل، يعني ريثم ماشي بشكل منظم، ريثميتك يعني منظم. ايش؟ اوف بلاد فيزل. طيب ماشي. الاس اي نود، السينو اتريال نود، قلناها بتكون بالرايت اتريوم، هي مكاتبينها هون مش كاتبينها هناك، بتكون موجوده بالرايت اتريوم، تمام؟ وبتعمل على ايش؟ سيندز الكتريكال امبلسز، ترسل الكتريكال اشارات كهربائيه الى باقي انحاء القلب عشان يصير في عندنا ايش؟ كونتراكشن. وايش اسمها؟ لو قال لك هون سؤال بيجي مهم، وات از ذا، طيب بيس ميكر of the heart, of the heart أو of the CVS of the cardiovascular system، يعني كلها الصيغة نفس الإشي. راح تقول له إيش؟ راح تجيب له خيارات، راح تقول له السينو أتريال نود. طيب ماشي. الساينس ريذم اللي هو النظام القلبي، يعني اللي هو نفس إشي ريذم يعني بشكل منظم، معدل اللي هو ضربات القلب بتكون منظمة، تمام؟ يعني نورمال هارت ريذم، إيقاع القلب، نعم إيقاع القلب هذا هو الريذم. طيب ماشي. الفين يعني وريد، قلنا بيحمل الدم الدي اوكسجينيتد، الدم اللي بيكون فيه سي او 2 بيحمله لوين؟ للقلب، من اعضاء الجسم الى القلب. طيب الكومبايننج فورم انجاي او انجيو، انجيو معناها فيزلز، تمام؟ فهنا بقول لك انجيوغرام، جرام يعني صوره او تصوير، فانجيوغرام هي صوره للوعاء الدموي، يعني طريقه لرؤيه الوعاء الدموي، ايمج، تمام؟ ارتيريو من كلمه ارتري يعني شريان، ارتيري بقول لك انا ارتيريو سكليروسيس، مين متذكر شو يعني سكليروسيس من البارت اول؟ معناها تصلب، ارتيريو يعني شريان، فهي تصلب شرايين. طيب الاتريو، الاتريو ركزوا هون في فرق بين ارتيريو واتريو، اتريو معناها اذين، فانا لما اقول لك اتريو فينتريكولار، اتريو يعني اذين، فينتريكولار يعني بطين، فهو متعلق بالاذين والبطين. طيب امشي هون. كارديو يعني قلب، كارديو ميوباثي، كارديو يعني قلب، ميو يعني عضلة، باثي يعني مرض، فهو مرض بعضلة القلب. فليبو، فليبو معناها فين، وريد يعني اسم ثاني للوريد، فهنا فليبايتس، مين متذكر ايتس معناها ايش؟ الانفلاميشن يعني معناها التهاب، فهي التهاب بالوريد. طيب ماشي. سفيجمو، سفيجمو معناها بلس نبض. طيب ماشي. فهنا بقول لك سفيجمو مانوميتر، هذا الجهاز اللي بيبين لك نبض القلب، معدل اللي هو جهاز قياس قياس الضغط، عفوا بلاد بريشر، البلاد قياس الضغط، هذا هو. شايفين هذا الجهاز؟ ما بتيجي صوره بقول لك ايش اسمه، بس يعني ممكن يقول لك مثلا ايش وظيفه السفيجمو مانوميتر، بتقول له بلاد بريشر، ميجرينج بلاد بريشر. فيزو جايه من كلمه فيزلز يعني وعاء دموي، بلاد فيزلز. هنا فيزو ديبريسر، ديبريسر يعني مريح للموسع للوعاء الدموي، فهذا بيعمل لك ايش؟ ريلاكسنج بلاد فيزل، يعني هذا بيوسع الوعاء الدموي، تمام؟ فينو، فين معناها وريد، فينو يعني وريد، فهنا بقول لك فينوغرافي يعني صوره للوريد، يعني زي اللي حكينا انجيوغرام، انجيوغرام صوره للوعاء الدموي، انجيو معناها وعاء دموي، هنا فينو معناها وريد، هنا صوره وعاء دموي وهنا صوره وريد. طيب ثرومبو، ثرومبو معناها خثره، تمام؟ بلاد كلوت، كلوت معناها كلوت معناها خثره. ثرومبوسايتوسيس، ثرومبوسايت يعني خلية الخثرة، سايت معناها خلية، ثرومبو خثرة، ما بنقول خلية الخثرة، احنا ايش بنقول؟ بليتلت يعني صفائح دموية، فهاي معناها بليتلت، هاي بليتلت. اوسيس، مين متذكر شو معنى اوسيس؟ هاي من البارت الاول، اوسيس معناها يعني abnormal condition، يعني اشي غير طبيعي، تمام؟ فبقول لك يعني abnormal condition للبليتلت، فبقول لك انه مستوى البليتلت اما انه زايد او نقصان، هون بقول لك انكريز يعني زايد، يعني بقول لك الصفائح الدمويه بالجسم راح تكون زائده، فثرومبوسايتوسيس شو معناها؟ انكريزينج ان بليتلتس،
in the body تمام، زيادة الصفائح الدموية في الجسم. أثيرو، أثيرو نفس كلمة أرتيريو، أرتيريو. فأثيروسكليروسيز معناها تصلب شريان، هون بقول لك فاتي تشو تمام، بس أثيروسكليروسيز نفسها يعني تصلب شريان، فأثيرو زي أرتيريو يعني. طيب بيريكارديو يعني حول القلب، قلنا بيريكارديوم اللي هو الكيس اللي بيكون حول القلب، بيكون طبقتين. طيب بيريكاردايتس، ايتس قلنا انفلاميشن التهاب، فهو التهاب غشاء ما حول القلب. طيب ماشي، هون الابريفيشن، الابريفيشن طب مهمات ولا لا؟ انا بصراحه اداري بذكر انه بجوز اجى واحد او ما اجى، لكن بدكم تعرفوهم للاحتياط. طيب البي بي هاي بلاد بريشر، طيب الاي في اتريو فينتيكولار يعني بطين اذين بطيني ابصر ايش. طيب السي او ايش كانت لا الكاردياك اوتبوت، شو يعني كاردياك اوتبوت؟ اوتبوت يعني مخرجات يعني، فبقول لك حجم الدم اللي بيضخه القلب بالدقيقه، فكاردياك سي او يعني كاردياك اوتبوت. طيب الاتش ار هارت ريت معدل ضربات القلب. البي بي ام، مين بي بي ام معروف اتوقع يعني، لما يقول والله انا اشتريت ساعه بتحسب لي البي بي ام، شو البي بي ام؟ اللي هو معدل ضربات القلب في الدقيقه. طيب الايكو اللي هو الاي سي جي اللي هو ايكو كارديوغراف او جرام عفوا، ايكو كارديوغرام، جرام يعني قلنا مش تصوير بس هي كمان ميجرنج قياس تمام، فقياس هو اسمع جهاز تخطيط القلب يعني جهاز بنشوف فيه حركه القلب اللي بيخطط القلب زي هيك، بعدين هيك ما شاء الله الرسم زي هيك يعني، هذا هو الايكو كارديوغرام اللي هو اي سي جي. examples of build building terms بقول لك انا interventricular، انتر قلنا لكم فرقوا بينها وبين انترا، انتر معناها between تمام، انتر معناها داخل، فانتر between ventricular يعني ايش؟ البطين، فانتر ventricular بين البطينين تمام. الارتيريال artery، arterial يعني شريان. طيب anterior يعني شريين small artery، venule يعني small vein. طيب ماشي هسه بنخش على البلد سيستم، خلصنا السي في اس، خلنا نعمل بوز. طيب نرجع بلد سيستم، اول شيء خلينا نشرح عن البلد، ايش هو الدم؟ الدم بيكون سائل بس فيه اشياء مكونات كثير تمام، في جزء سائل وفي جزء صلب يعني المكونات تاعيته تمام. الجزء السائل بسموه بلازما، بلازما الدم هو الجزء السائل، البلازما بيكون فيها برضو اشياء ذايبه فيها، فالجزء اللي بيكون بدون الاشياء الذائبه بالبلازما اسمه سيرم. هسه راح نوضح كل شيء يعني، بس بدي اياكم تعرفوا البلد بيحتوي، الدم بيحتوي على مي، بيحتوي على بروتينات، بيحتوي على شوكرز على سكر، بيحتوي على قلنا بروتينات، خلايا الدم الار بي سيز ريد بلاد سيلز، الوايت وايت بي سيز اللي هن خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء، البليتلت الصفائح الدمويه، كل هاي بتكون من مكونات الدم تمام. فاذا الدم بيحتوي على كثير اشياء، في منه جزء سائل في منه جزء صلب، الجزء السائل اسمه بلازما الدم تمام. بلازما الدم بيكون فيه ذائبه، بعض الاشياء بتكون ذائبه فيه، بدون هاي الاشياء الذائبه فيه اللي هي الخثره، بعد ما يتخثر الدم راح يصير في عندنا الدم صافي جدا اسمه السيرم، السائل بيكون صافي جدا بدون اي بلاد كلوتينج بدون اي خثره بيكون اسمه السيرم. هسه راح نوضح كل شيء. بقول لك هو عن البلاد، بقول لك كومبلكس ميكستشر يعني خليط معقد، فيه سيلز فيه خلايا، خلايا الدم اما ار بي سيز وايت بي سيز بليتلت هاي الاشياء كلها، فيه مي، فيه بايوكيميكال ايجنت. يعني بايوكيميكال ايجنت يعني عوامل بيوكيميائيه مثل بروتين، دقيقه شوي، مثل بروتينز مثل شوجرز. بقول لك فيه 3 مين كومبوننت، فيه ثلاث مكونات اساسيه للدم، اول شيء الار بي سيز ريد بلاد سيلز، الدبليو بي سيز اللي هن وايت بلاد سيلز خلايا الدم هون الحمراء هون خلايا الدم البيضاء، والبليتلت الصفائح الدمويه اللي قبل شوي حكينا عنها ثرومبوسايت، مش ثرومبو ولا سايت، ثرومبوسايت مع بعض بتكون بليتلت. طيب ماشي الريد بلاد سيلز ايش وظيفتها؟ هسا احنا مش حكينا انه الدم بيوصل يعني من وظائف عفوا دي جهاز الدوران انه بيوصل الدم لكل انحاء الجسم، والدم بيكون فيه اوكسجينيتد بلاد، بيكون فيه او 2، بيكون فيه يعني الغذاء اللازم لاعضاء الجسم. طيب ايش الجزء المكون بالدم اللي بينقل الاكسجين؟ ايش اللي بيحمل الاكسجين بالدم؟ اللي هنا الريد بلاد سيلز، الخلايا الدم الحمراء، خلايا الدم الحمراء هي اللي بتحمل الاكسجين وبتوديه ترانسبورت ات يعني بتنقله خلال الدوره الدمويه الى اعضاء الجسم تمام. فهي وظيفتها هون ايش بقول لك، ريد بلاد سيلز
transport oxygen to body cells by attachment of oxygen to hemoglobin. مهم جدا، خدتوه بالبيو ترى، اللي ماشيين بالبيو بيعرف ايش هو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو بروتين، هو بلازما بروتين، البروتين بيكون موجود بالدم، هذا بيعمل على بيحمل كاري الاوتو الاكسجين بالريد بلاد سيلز بالدم، فلما نصل عضو او نسيج معين يفتقر الى الاكسجين بيروح الهيموغلوبين بيعطيه الاكسجين اللي حامله، تمام؟ بس هاي هي، هاي وظيفة الريد بلاد سيلز. اما الوايت بلاد سيلز الخلايا دم البيضاء اللي متذكر هاي الجزء اخذناه كانه بالعاشر، العاشر او التاسع، انه الخلايا هاي مناعية، فهي وظيفتها ايش؟ مناعية. ايش بتسوي؟ فايت، تقاتل الانفكشنز، العدوات والديزيز، الامراض، تمام؟ البليتلت ايش وظيفتها؟ معروف ايش البليتلت، الصفائح الدموية هي اللي بتخثر، يعني اذا انجرحت انا، انجرحت هون مثلا، ايش راح تكون هون عندي؟ خثرات. شو الخثرات هاي؟ من اصلها من ايش؟ من البليتلت. فهي انيشيت، شو يعني انيشيت؟ يعني يبدا، من انيشيال، في انيشيال، في فاينل، ايام توجيه. فانيشيت يعني يبدا البلاد كلوتينج، البلاد كلوتينج يعني تخثر الدم، بروسيس، عمليه تخثر الدم. طيب ماشي. بقول لك سم سبستنسز ار ديزولفد ان بلازما، حكينا البلازما هو جزء السائل، احنا متفقين هو جزء السائل، لكن برضو البلازما بيكون فيه اشياء جويته، ذائبه جويته، تمام؟ فبقول لك البلازما هو الفلويد بارت اوف ذا بلاد، كونتينز سم بروتين. مثل ايش في بروتينات البلازما؟ البومين، هسه راح نوضح ايش هو، الجلوبيولين والفايبرينوجين والثرومبين، هاي بروتينات امثله عرفوها، يعني مش غلط تعرفوها، امثله على بلازما بروتينز يعني، تمام؟ هنا معلومه مهمه كمان ممكن تيجي، انه عندنا هنا 5 لتر في جسمنا، المعدل الطبيعي 5 لتر من الدم في جسم الانسان الطبيعي. طيب ماشي، هسه راح نخش مباشره على الميديكال تيرمز الخاصه بالبلاد سيستمز. اول شيء بلاد معناها دم، احنا حكينا ايش تعريفه فوق، بقول لك انه فلويد سيركوليتد ثرو اوت ارتريز او فين او كابيلياريز او هارت، فهو يعني سائل بينتقل عن طريق الاوعيه الدمويه الى انحاء الجسم والقلب. الالبومين قبل شوي حكينا، الالبومين هو بلازما بروتين، تمام؟ فهو سمبل بروتين فاود ان بلازما، في بلازما الدم. اريثروسايت حكيناها بالبارت الاول، اريثرو معناها احمر، سايت يعني خليه، فهي خليه دم، خليه دم حمراء. لكن هون في شيء لازم تعرفه، ماتور، ماتور معناها بالغه، فهي ماتور ريد بلاد سيلز. ايش اللي بفرقها عن باقي خلايا الدم الحمراء؟ انه الاريثروسايت بتكون بالغه، ماتور. طيب جلوبيولين قبل شوي حكيناها انها احدى البلازما البروتين، بقول لك اني اوف فاميلي، يعني هي عائله بروتينات موجوده في الدم، تمام؟ في بلازما الدم. ليكوسايت او لوكوسايت، لوكوسايت حكيناها بالبارت الاول برضه، معناها خلايا دم بيضاء، لكن برضه كمان نفس الشيء، ماتور وايت بلاد سيلز، يعني بتكون بالغه. طيب ماشي. هيموغلوبين هسه قبل شوي حكيناها، هو بروتين بيحمل الدم، بيحمل عفوا الاكسجين بالدم وبوصله لباقي اعضاء الجسم. هون بقول لك انه ايش؟ بروتين البلد ترانسبورت اوف اكسجين. طيب ماشي. هيماتوسايتوبلاست او عفوا هيم جاي من كلمه هيموغلوبين، هيم معناها حديد، ايرون، افين. هسه الايرون له ارتباط بالاكسجين، فالهيم هاي مجموعه الهيم مكونه للهيموغلوبين، فالهيموغلوبين بيكون بروتين هيك، شوف بكون بروتين رباعي، فيه فور هيم، هاي هيم، هاي اف اي حديد يعني ايرون، تمام؟ هاي ايرون، تمام؟ هيم كلات نفس الاسم، تمام؟ بتكون حامله اوتو، اوتو، تمام؟ فبكون حامل اوتو الهيموغلوبين عن طريق الهيم، الهيم يعني حديد، تمام؟ طيب الهيماتوسايتوبلاست، هيماتوسايتوبلاست هاي صوره، دقيقه شوي، رجعنا للهيم، هاي بكون حامل هنا اوتو، هنا اوتو، هنا اوتو، هنا اوتو، هاي المجموعة اللي بتحمل الأوتو اسمها هيم، مجموعة حديد اف اي، تمام؟ عنصر الاف اي. هيماتوسايتوبلاست اخذنا بالمحاضرة الأولى، هيماتو معناها بلد، تمام؟ هاي حكيتها بالأمثلة، ما كانت مكتوبة، أنا حكيتها بالأمثلة، الأمثلة ترى اللي بحكيها مهمة، لو تكتبوها تكون ممتاز ترى. هيماتو معناها بلد، سايتو معناها خلية، بلاست معناها هاي برضو كمان ما حكينا، بلاست معناها زي كأنه مسبب أو شيء هيك منشأ، تمام؟ فهيماتوسايتوبلاست فهي خلية دم مش بالغة، ايش؟ اماتور، اماتور بلاد سيل، يعني غير ناضجه، تمام؟ لساتها مش ناضجه. طيب الميجا كاريوسايت، ميجا كان شيء كبير، لارج، كاريو معناها نيوكليوس، شو يعني نيوكليوس؟ يعني نواه، سايت يعني خليه، فالميجا كاريوسايت يعني خليه لها نواه ضخمه، تمام؟ وين بتكون موجوده؟ بالريد بون مارو. اذا بقول لك لارج سيل، خليه ضخمه ذات نواه ضخمه، هون مش مكتوبه انه في لها لارج نيوكليوس، بالريد بون مارو، بتكون بنخاع العظم الاحمر
وايش بتعمل، ايش وظيفتها؟ فورم بليتلت، بليتلت هي بتشكل الصفائح الدمويه. طيب ماشي. النيوتروفيل والمونوسايت والليمفوسايت هي عباره عن انواع من الليكوسايت او اللوكوسايت، تايبز اوف لوكوسايت، يعني خلايا الدم البيضاء. اتفقنا خلايا الدم البيضاء ايش وظيفتها؟ مناعيه، فايت انفكشنز، تقاتل العدوى. بلازما، بلازما هو الجزء السائل من الدم، لكن بيكون فيه ايش؟ انكلوتد، يعني بيكون الدم غير مخثر، يعني بيكون لسه فيه اعضاء، لسه عوامل التخثر موجوده، يعني بيكون لسه موجود فيه البروتينز وهي الاشياء كلها. بينما السيرم بيكون السائل نفسه تاع البلازما لكن بدون عوامل التخثر، يعني بيكون الدم هاز كلوتد، بيكون الدم يتخثر. بعد ما يتخثر الدم بنفصل، احنا لما يصير في عنا تخثر بنفصل بين السائل وبين عوامل التخثر. ايش عوامل التخثر؟ مثل البروتين وهي الاشياء كلياتها. فالسائل اللي بيكون ما فيه بروتين ولا اي عامل من التخثر هو اسمه السيرم. هيا لا دقيقه شوي، هاي صوره توضيحيه. هون بقول لك بلازما، هون السيرم، تمام. فالسيرم لد بيكون انقى، هنا شوف كيف انقى من هون. هاي البلاد كلوت، هاي عوامل التخثر. فالبلازما هون بيكون فيه بلاد كلوت، بس هون السيرم بدون البلاد كلوت. طيب ماشي. الثرومبين هو بروتين موجود في البلازما، في بلازما الدم، وبيعمل مسؤول عن تشكيل الكلوت، يعني كلوت فورميشن اللي هو تشكيل الخثره. طيب هيماتوكريت، هيماتوكريت هذا مصطلح مهم صراحه، مهم لقدام. معناها النسبه المئويه للار بي سيز، للريد بلاد سيلز، للخلايا الدم الحمراء بالبلد. فهي يعني هيك بتكون ار بي سيز على البلد كامل. قديش نسبه الخلايا الدم الحمراء من الدم كامل، من عينه الدم مش الدم كامل اكيد. ترانسفيوجن يعني نقل الدم، ترانز يعني نقل، فيوجن ترانسفيوجن نقل الدم، معناه فيوجن معناه بعرف التحام يعني. طيب ماشي. عمليه نقل الدم من شخص الى اخر. هون بقول لك ادجكتيف فورم، بيزوفيليك، بيزو معناها قاعده، فيليك معناها محب، فمحب للقاعده. فمعناته بقول لك دبليو بي سي يعني هي خليه دم بيضاء اتراك تجذب البيسك بي اتش. البيسك بي اتش يعني ايش؟ يعني قاعدي، يعني ايش؟ يعني قاعدي يعني فوق السبعة. طيب ماشي. الايوزينو، ايوزينوفيليك يعني محب الايوزين. شو الايوزين؟ الايوزين صبغه حمضيه، فهو محب للحمض، تمام. برضو كمان الايوزين معناه وردي، تمام. فهو بقول لك انها هي عباره عن دبليو بي سي، هي خليه بيضاء بتجذب الصبغات اللي بيكون لونها وردي اللي بتكون حمضيه اصلا. إريثروسايت معناها ماتشور بلاد ريد بلاد سيل، يعني خليه دم حمراء ناضجه. لوكوسايت حكينا خليه دم بيضاء ناضجه. الليمفوسايت هي عباره عن نوع من انواع الليكوسايت وبتكون مختصه بالليمفاتيك تيشو، بالليمفاتيك سيستم، وراح نوضح كل شيء لوقته. المونوسايت هي خليه بتكون لها مونو معناها واحد، فمش خليه احاديه، بيكون فيها لها نواه واحده بس، المونوسايت فيها نواه واحده، تمام. النيوتروفيل هي خليه بتكون فيها اكثر من نواه اكيد، بس بشكل صوره من كلمه النيوترو يعني نيوترال يعني محايد، فهي بتجذب اتراكت الصبغات، ستيم معناها صبغه، الصبغات اللي لها بي اتش محايد. ايش هو البي اتش المحايد؟ هو 7 يعني. ها دقيقه، نيوترال بي اتش يعني 7، تمام. الثرومبوسايت حكينا هي البليتلت، ثرومبوسايت معناها بليتلت. الفيبرينوس يعني هاي صفه انه ليفي، لما نحكي عن شيء فيبرينوس يعني او فايبرينوس يعني ليفي. هيماتيك، هيماتيك يعني دموي، هيماتو دموي، اك معناها يعني صفه ادجكتيف، فهيماتيك يعني دموي. طيب ماشي. ابريفيشن حكينا نفس الشيء بنعرفهم، ديف يعني ديفرنشال بلاد كاونت، يعني هون مشان تشوف نسبة كل نوع خلايا دم. احنا حكينا خلايا دم كثير، لوكوسايت، ار بي سيز، نيوتروفيل، مونوسايت، هاي الاشياء كلها خلايا دم كلها، عشان نعرف نسبتها عن طريق الفحص هذا اللي هو ايش اسمه؟ ديفرنشال بلاد كاونت، تمام. الاتش جي بي سواء كانت كابيتال او اتش بي معناها هيموجلوبين. البي ال تي معناها بليتلت خابر، بليتلت كاونت، بي ال تي يعني بليتلت يعني صفائح دمويه. الار بي سي معروف انه ريد بلاد سيل، وايت بي سي وايت بلاد سيل، سي بي سي حكيناها بالمحاضره الاولى، كاونت بلاد، كومبليت بلاد كاونت يعني اكمال، هو فحص مشان تكمل تعداد الدم. اكزامبل اوف بيلدينج تايمز، اريتروسايت حكيناها كثير، هاي مهم. اي جرانيولوسايت، اي قلنا ويزاوت جرانيولو معناها حبيبي، سايت يعني خليه، فهي خليه بدون حبيبات، بدون جرانيولز. طيب هيك خلصنا البلاد سيستم. طيب ضايل اخر شيء هو الريسبيرتوري سيستم، وان شاء الله اموره سهله. طيب بس دقيقه خلينا نوقف شوي. طيب ماشي، هيك احنا كملنا كملنا. طيب قبل ما نبدا بالقراءه والحكي عن الريسبيرتوري سيستم، خليني اشرح مبدا عمله كامل
حكيا. خلينا اكبر هكبر هاي بس عشان تشوفوني اكثر. خلينا نعمل هيك احسن. طيب ريسبيراتوري سيستم، اول شيء انت لما تيجي تتنفس، انت بتتنفس سواء من الانف او من الثوم. خلينا نحسب انك انت تتنفس من الانف، فبيدخل الهواء الى النازل كافيتي. شان النازل كافيتي التجويف الانفي، تمام؟ الانف ايش وظيفته؟ بدفي الهواء، بنقيه، يعني اذا دخل معاه تراب ما بيدخل التراب لجوه اكثر، تمام؟ بعد ما يدخل النازل كافيتي راح يروح للفرينكس. شو يعني فرينكس؟ يعني بلعوم، تمام؟ بعد البلعوم، بعد ما ينزل للبلعوم راح يروح، تيجي عندنا منطقه اسمها، راح يروح للحنجره اللارينكس، تمام؟ وبالمنطقه اللارينكس في عندنا شيء اسمه الايبيغلوتس. الحنجره فيها شيء اسمه ايبيغلوتس. شو يعني ايبيغلوتس؟ يعني منطقه لسان المزمار. لسان المزمار هذا ايش وظيفته؟ هذا غضروف هالقد، هذا بسكر على المريء لما نكون نتنفس، وبسكر على القصبة الهوائية لما نكون ناكل. ليش؟ هسا احنا بنعرف انه الفارينكس البلعوم بيكون مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فانا لما اكل الاكل راح يمر من البلعوم، ولما اتنفس الهواء راح يمر من البلعوم. هل من المنطق انه الاكل يدخل على القصبة الهوائية؟ لا. طب ايش الاشي اللي بيمنع الاكل انه يدخل على القصبة الهوائية؟ اللي هي تريكيا، اللي هو الإبيغلوتس، اللي هو لسان المزمار، فبسكر على التريكيا على القصبة الهوائية وبيدخل الأكل. هون إحنا بنحكي عن هواء، فهو بسكر على الإبيغلوتس وبيدخل الهواء لوين؟ للتريكيا، للقصبة الهوائية. بعد ما يدخل للقصبة الهوائية، تمام، تنزل 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 لللنجز. طيب ماشي، اللي هن الرئة. في إشي اسمه يعني جزء من اللنجز اسمه البرونكاس، الشعب الهوائية، تمام؟ فبتدخل التريكيا، تصل الهواء الى البرونكس، الى الشعب الهوائيه. الشعب الهوائيه تمتد تمتد تمتد، بتنقسم تنقسم اشياء اصغر اصغر للبرونكيولز. شو البرونكيولز؟ شعيبات هوائيه. برونكيول يعني اقل، دائما لما نضيف يول اي يعني اقل، ارتريول يعني شريين، وهكذا. فبنزل بكمل لتحت لعند البرونكيول، شعيبه هوائيه تمشي باخر البرونكيول، راح تلاقي الفيولاي. شو يعني الفيولاي او الفيولس؟ الفيولس يعني كيس هوائي. هون زبدة عمل اللنج، يعني هون اللنج مش قلنا غاز اكسشينج، بتاخذ الاو 2 وبتطلع السي او 2، مش هيك اللنج. وكمان بالانسجه تعطي الاو 2 للانسجه بتاخذ السي او 2 منهن. فهون زبدة عمل اللنج. الالفيولس هذا الكيس الهوائي هذا راح ياخذ الاو 2 النازل ووديه للانسجه، تمام، وراح ياخذ السي او 2 من الانسجه وراح يرجعه بالمسار نفسه. فهيك احنا بنكون خلصنا آلية عمل ريسبيراتوري سيستم كاملة، تمام؟ بنبدأ من النازل كافيتي، بنزل للفرينكس، الفرينكس اللي هو اسمه البلعوم، بنزل لللارينكس اللي هي الحنجرة. هون بيكون في عندنا شيء اسمه ايبيغلوتس، هذا الغضروف بسكر على الايزوفيجاس. ايزوفيجاس معناه مريء، بسكر على المريء، المريء بنزل فيه اكل، احنا ما بدنا الهواء يجي على المريء، فبسكر على المريء وبيفتح التريكيا القصبة الهوائية. فالهواء بيضل نازل للتريكيا على القصبة الهوائية، بعد ما ينزل من التريكيا راح يروح على اللنج. اول عضو باللنج بيستقبله ايش اسمه؟ برونكس، اللي هو الشعبه الهوائيه. الشعبه الهوائيه بتضلها ماشي الهواء فيها، بينقسم بينقسم تنقسم تنقسم الى البرونكيول. برونكيولز، برونكيولز يعني شعيبات هوائيه. شعيبات هوائيه بتضلها ماشي فيها، راح يكون في شيء صغير اخر شيء كيس اكياس هالقد صغير، مش هالقد اكيد، اصغر بكثير، اسمها الفيولس. يعني الفيولس يعني كيس هوائي. الكيس الهوائي هون بتكون فيه عمليه الغاز اكسشينج، كل عمليه الغاز اكسشينج بتصير بالكيس الهوائي، والسي او 2 بيرجع بيطلع مره ثانيه. طب نرجع هون ونقرا. طيب ماشي. طيب respiratory system is breathing system. breathing يعني تنفس. responsible of exchanging air between outside environment and the lungs. يعني الهواء بصير فيه عنده exchanging، بيدخل الـ O2 وبيطلع الـ CO2. طيب البروسيس تبدأ وين؟ لما يدخل الهواء الـ air passes the nose، يدخل على الـ length. ايش بيعمل النوز؟ قلنا filter، بنقي، وبيعمل warms، بيدفي الهواء. طيب ماشي، بعدين بيدخل لوين؟ للفرينكس. ايش هو الفرينكس؟ هو البلعوم. بعدين بيدخل لوين؟ هي شوي. طيب نرجع، حكينا انه بيصل للبلعوم للفرينكس، بعدين الهواء بيصل لللارينكس للحنجره. الحنجره طبعا في لها وظيفه مهمه، انها الفويس برودكشن، يعني هي المسؤوله عن انتاج الصوت، لانه فيها الاحبال الصوتيه. وين بتكون موجوده؟ باللارينكس، بالحنجره. طيب ماشي، بعد ما يصل للحنجره بيصل للتريكيا اللي هي القصبه الهوائيه. التريكيا هاي هي بتوصل بين الحنجرة واللنج، فهي بتكون خط وصل بين الحنجرة واللنج. فاللنج ايش بيكون فيه اول عضو فيها؟ اللي هو البرونكاي، البرونكس يعني برونكاي جمع، برونكس يعني شعبة هوائية. الشعبة الهوائية هاي
بتوصل الهواء للبرونكيولز، وانا مش كاتب هون راح اكمل بعد شوي، راح يوصل الهواء للبرونكيولز اللي هي اصغر يعني شعيبات هوائيه، وشعيبات هوائيه بنهايتها بكون في عندنا الالفيولاي واللي راح يصير في غاز اكستشينج. طيب هون بقول لك اوكسجينيشن اوف ذا بلاد، يعني وظائف اللنج اللي هي ايش اهم وظيفه له؟ الاكسجينيشن اوف بلاد يعني اكسده الدم. بقول لك ات ذا اند اوف ذا برونكيول قلنا في الفيولاي، الالفيولاي كيس الهوائي، بقول لك ساك يعني ساك لايك يعني مثل كيس. ايش بعمل؟ ذا سايت اوف غاز اكستشينج، يعني لو جبت لك سؤال هذا مهم جدا مهم مهم مهم، بقول لك ذا سايت اوف غاز اكستشينج ان ذا لنج او ان ذا بودي، ايش راح تقول له؟ الفيولاي. طيب ماشي، ايش وظيفته؟ قلنا بجيب الاو 2، بقول لك وذ بلاد ستريم، ايش وظيفته؟ بجيب الاو 2 من اللنج بوديه للبلد، وباخذ السي او 2 من البلد بودي والويست يعني والفضلات بوديها لوين؟ لللنج، عشان سي او 2 يرجع يطلع. تمام، هون الميديكال تيرم ادمز ابل اللي تفاحه ادم هي نفس الثايرويد كارتليج. انا ممكن اجيب لك سؤال يعرفها مهمه هاي، ثايرويد كارتليج هو غضروف سبورتيف يعني داعم لللارينكس للحنجره. ممكن اجيب لك سؤال ادم ابل عباره عن ثايرويد كارتليج او كريكويد كارتليج او ايبيجلوتيس، ايش الجواب؟ ثايرويد كارتليج. طيب ماشي، اللي هي هاي هي هو الثايرويد كارتليج، هذا الغضروف بيحمي سبورتيف اللارينكس. الفيولاس ما عرفناها، يقول لي كيس الهوائي، بلورال يعني جمع الفيولاي، الفيولاس يعني مفرد يعني كيس هوائي، هنا اكياس هوائيه. اير ساك بيكون ات ذا اند اوف برونكيول، برونكاس هنا مفرد الجمع تاعها برونكاي، بيكون ايش الشعب الهوائيه يعني هي بتكون كل لنج فيها برونكاس خاصه فيها. فاقول لك وان اوف ذا تو اير ويز ذا تريكيا ولنجز، يعني هي اللي بتوصل بين التريكيا، بتوصل عفوا بين ال يعني هي اللي بتوصل بين اللنج والتريكيا، هي اصلا باللنج جوا اللنج، فهي اللي بتدخل الهواء من التريكيا الى اللنج. طيب برونكيول، برونكيول يعني شعيبه هوائيه، لسه بتكون يعني هذا سب ديفيجن يعني بتنقسم البرونكاس تنقسم، فبتكون في عندنا برونكول، هو بقول لك فاين سب ديفيجن برونكاي. طيب السيليا، مهم السيليا معناها اهداب، السيليا لها دور كثير مهم بالريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي. ايش وظيفتها السيليا؟ اول شيء بدك تعرف انها زي الهير زي الشعر وبرضه زي المكنسه، فهي زي كانها بتكنس وبتنظف الريسبيراتوري سيستم، فاذا دخل الهواء فيه مواد غريبه او مواد احنا ما بدنا اياها ما بنرغبها، الانف ما قدر شو اسمه يطلعها. احنا قلنا الانف بيعمل فلتر بس ما راح يقدر يفلتر كل شيء، ايش اللي بيفلتر؟ السيليا. وهنا شغله مهمه ترى، المدخنين بتكون السيليا عندهم محروقه فليك هم معرضين اكثر للاصابه بسرطان الرئه. تمام، فهي السيليا زي المكنسه، فاي شيء بيكون ماده غريبه بتعلق فيها. تمام، هي اعتبروها زي مكنسه. طيب ديافرام، ديافرام هي عضله، هي هو الحجاب الحاجز، هي هاي العضله. تمام، هاي لما نتنفس نقول ترتفع لفوق لما ناخذ نفس، ولما نطلع زفير تنزل لتحت. تمام، فهي عضله، هي الفاصله بين التجويف الثوراسيك، التجويف الصدري والابدومين، التجويف البطني. طيب اكسهاليشن يعني زفير، انسبيريشن يعني شهيق، لنج يعني رئه، بلورا يعني شيء له لا بلورا غلاف الرئتين، بلورا غلاف الرئتين بيكون مزدوج، اما باريتال اما باريتال الخارجي بيكون باريتال بلورا، او فيسيرال الداخلي بلورا زي البريكارديوم، البريكارديوم كان في الخارجي باريتال بريكارديوم والداخلي فيسيرال البريكارديوم، وبرضه انتوا اهم شيء بس تعرفوا هيك، اما الشرح اللي قدام تعرفوه اكثر. طيب يعني ايش هو ايش يعني باريتال وايش يعني فيسيرال اللي قدام تعرفوها. كومباينج فورم الفيولو، يعني خلني اجي على المثال الفيولايتس، ايتس معناها انفلاميشن، الفيول معناها كيس هوائي فهو التهاب الالفيولاي. طيب برونكو، برونكاي معناها قلنا شعبه هوائيه، فبرونكايتس التهاب في الشعب الهوائيه. كابنو، كابنو معناها كربون ديوكسيد يعني سي او 2. تمام، يعني بدايتها سي، سي او 2 بدايتها سي، كانكم هيك تحفظوها. فكابنو جرام يعني ميجرنج نسبه السي او 2 في الدم او في الهواء عفوا، لما نيجي نطلع بعرف قديش نسبه ثاني اكسيد الكربون في الهواء. لارينجو من لارينكس يعني حنجره، فلما نقول لارينجو سكوب، سكوب معناها منظار، فهي يعني تنظير اكزامين، هو اكزامين يكون يعني فحص تنظير بدخله منظار الى الحنجره عشان يفحصوا الحنجره. طيب لوبو، لوبو يعني لوب، لوب يعني قطعه او فص. تمام، جزء. تمام، فاللنج هاي مهمه تعرفوها بصراحه، ما راح يجيبوا عنها اسئله بهاي المحاضره، ممكن لقدام.
اللانج في عندنا الرايت لانج والليفت لانج. الرايت لانج اكبر، هاي اكبر، فبكون فيها 3 لوبس، هذا هذا لوب، هذا لوب، هذا لوب. اما الليفت لانج بيكون فيها 2 لوبس بس عشان بتكون اصغر. طبعا هاي مش لوب يعني، بس عارف ليش هيك الصوره. فهذا الاول هذا الثاني، تمام؟ هاي مهم تعرفوها. يعني في عندنا 5 لوبس، 3 بالرايت عشانها اكبر واثنين بالليفت عشان اصغر. طيب نيزو من جاي من كلمه نيزل، من نوز يعني من انف، فنيزو جاستريك. نيزو جاستريك هو الممر اللي بين الانف والمعده، جاستريك معناها ستومك ونيزو معناها انف. ليش ضلنا نروح هيك احنا؟ طيب اورو، اورو معناها فم، ماوث، اورال، اورال يعني فموي. فلما نقول اوروفارينكس، اوروفارينكس اللي هو البلعوم الفموي، هاي مهمه صراحه نعرفها. هسه البلعوم احنا قلنا هو مشترك، الفارينكس مشترك بين الدايجستيف سيستم، بين الجهاز الهضمي وبين الجهاز التنفسي. فهنا من هنا بيدخل الهواء ومن هنا بيدخل ايش؟ الاكل. فبيلتقوا مع بعض هنا بالفارينكس. هذا الفارينكس هايبوفارينكس، هايبو يعني تحت، فهذا الفارينكس التحتاني. بس بيكون برضو موجود هنا في عندك نيزوفارينكس يعني البلعوم اللي بيكون جاي من الانف، وهنا في عندك الاوروفارينكس البلعوم اللي جاي من الايش؟ من الثوم. فبيلتقوا مع بعض بيكونوا الفارينكس كامل اللي هو الهايبوفارينكس اللي بيكون تحت، تمام؟ هاي مهم تعرفوها يعني الاوروفارينكس ايش هو والنيزوفارينكس. طيب الاوكسو او اوكسو اكسجين يعني معناه اكسجين. فهون لما نقول اوكسيميتر يعني جهاز قياس الاكسجين في الدم. طيب ستيثو، ستيثو معناها تشيست يعني صدر. فلما نقول ستيثوسكوب، سكوب معناها منظار، تمام؟ وستيث يعني صدر، يعني منظار الصدر. لا هون يعني سماعه اللي ناخذها الكلينيكال، هاي هي ستيثوسكوب. هاي مهمه بصراحه تعرفوها، انا بتذكر اجى السؤال لنا. هاي هي ما اسمها ستيثوسكوب، تمام؟ فرينو، فرينو معناها ديافرام، الحجاب الجاهز. فلما نقول فرينايتس يعني التهاب في الحجاب الحاجز. نيمو يعني إشي له علاقة باللنج أو إشي له علاقة بالهواء. فلما نقول نيمونايتس، نيمونايتس يعني التهاب في الرئة، التهاب الرئة، نيمونايتس معناها التهاب الرئة. لما نقول رينو، هاي الات سايلنت بس مش يعني لازم تفرقوا بيناتها. لما نقول رينو يكون فيها حرف اتش، بتكون معناها نوز، بيكون معناها انف. طب رينو هاي اللي قدام ناخذها، لما نقول رينو بدون اتش بيكون معناها كدني، رينال، كدني، تمام؟ ايش دقيقه، انتوا مش عارفين ايش يعني كدني؟ كدني يعني كليه، تمام؟ فهنا هاي رينو بدون اتش كليه، ورينو مع اتش انف. ضروري تفرقوا بيناتهم. هاي اجتنا سؤال، اجتنا اللي بالاتش، اللي بالاتش معناها نوز. فهنا رينايتس يعني التهاب بالانف، الانسجه المبطنه للانف. سبايرو يعني سبايريشن، بريذنج يعني. سبايروميتر جهاز لقياس حجم الغازات اللي تتنفسها. طيب لكن كنا احنا وصلنا اخر شيء. طيب الادجكتيف فورم، الفيولر عرفناها يعني شيء له علاقه بالكيس الهوائي، برونكيال شيء له علاقه بالشعب الهوائيه، هنا باللسان المزمار، هنا بالحنجره، هنا بالنيزوفرينجيال يعني بالبلعوم الانفي، هنا بارا نيزل، بارا هذا بريفكس معناه سايد، ما بعرف اذا اخذناه او لا، يعني ايش؟ جانب. برا يعني جانب، نيزل يعني انف، فهو جانب الانف. بلورا، بلورال يعني احنا حكينا البلورا هو الغشاء، الغشاء اللي حول الكليه. فبلورال يعني بلورا شيء له علاقه بالغشاء اللي حول الكليه، الرئه، الرئه حول الرئه. والمونري برضو كمان رئوي معناها يعني شيء له علاقه باللنج. ثوراسيك يعني تشيست، ثوراكس، ثوراكس حلق بس قصدي ثوراسيك معناها صدري، صدر يعني زي ستيثو. طيب تريكيال قصبة هوائية، إيش علاقة بالتريكيا؟ الاختصارات ABG، ABG معناها arterial blood gases، يعني هي diagnostic test، فهو فحص تشخيصي. يعني بقول لك نسبة الدم اللي بيكون بالشرايين، اختبار تشخيصي نسبة المركبات المختلفة في الدم، blood gases يعني الغازات اللي بتكون بالدم. طيب البي اس اللي هي بريث ساوند يعني صوت التنفس. الاي ان تي هاي المفروض تعرفوها، الاي ان تي يعني لما تروح على المستشفى وتشوف قسم الاي ان تي، انف اذن حنجره، اير نوز ثروت، انف اذن وحنجره. اي تي تيوب، اندوتريكيال تيوب، هذا التيوب اللي بيدخلوه جوا القصبه الهوائيه في وقت لما يكون في عندك هاي، هذا هو العمليات مختلفه يعني اي شيء له علاقه بالالتهاب الرئه وزي هيك. سي اكس ار، اكس ار يعني اكس راي، سي يعني تشيست، فتشيست اكس راي. تي بي ار هاي الفحوصات اللي كل ما ندخل المستشفى لازم نسويها، تمبريتشر، بريشر،
وايش الار كانت؟ ريسبيريشن، تنفس، تي بي ار. اكزامبلز هون بقول لك برونكيال، برونكيال يعني شعب هوائي، شيء له علاقه بالشعب الهوائيه. هنا شيء له علاقه بالشعيب الهوائيه برونكيولر. هنا لارينجل شيء له علاقه باللارينكس بالحنجره. هنا فارينجيال شيء له علاقه بالبلعوم. وهيك بنكون خلصنا المحاضره الاولى. يعطيكم العافيه واعذرونا على الاطاله.